هوية بريس نحو إعلام هادف. طيب سيرسي، ما كاينش في القرآن وما كاينش في السنة. نعم. وكاين مثلا قالوه مثلا نفرضوا بالإجماع ولا بعض القواعد المقررة في المذهب المالكي، واش هو غيكون يعني قطعي؟ نعم، إذا كان شيء ما مجمع عليه فالإجماع يعني ينقسم بدوره إلى الناس كيسمى الإجماع ربما ما تفهموش واش إجماع علماء ديال واحد الكتاب ولا إجماع العالم لا إجماع علماء الأمة، ليس إجماع علماء أو اتفاق علماء المذهب، لا نسميه إجماع ولكن نسميه اتفاق يعني علماء المذهب. ولكن حينما نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل شرعي فالمقصود به إجماع يعني علماء الأمة على أمر من الأمور في عصر من العصور. فإذا أجمعوا على شيء واتفقوا عليه فيصبح هذا الشيء يعني قطعي يعني الدلالة، بل كيترتب عليه عواقب من خلف الإجماع. نعم، فبباب يعني في باب يعني ترتيب الأدلة، إذا كان هناك شيء مسألة ما فيها دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من الإجماع، في باب يعني من حيث ترتيب على يعني من جهة قطعية الدلالة، يعني حقيقة كان ينبغي أن يقدم الإجماع حتى على القرآن، ولكن احتراما لكلام ربنا فإن العلماء يقدمون القرآن لأن قد يكون هو في القرآن لكن ضيّن الدلالة، بخلاف الإجماع إذا أجمعوا على أمر ما فيكون قطعي الدلالة وبالتالي فهو دليل من الأدلة الشرعية يجب أن نتحكم إليه. وكل هذه المسائل التي بيننا وبين هؤلاء الحدثيين أو ما يتعلق بخلاف الدائر الآن في مدونة الأسرة، أولا تقريبا معظم المسائل هناك دليل من القرآن يدل عليها، مثلا مسألة تعديد الزوجات، مسألة تحريم الزنا، مسألة الولاية، الولاية مثلا الرجال قوامون على النساء في القرآن الكريم، فيها دليل من القرآن، فيها دليل من السنة، وتجد فيها الإجماع أو اتفاق العلماء. هنا يعني أدلة كثيرة، المنظومة محكمة محكمة ماشي كبير. حقيقة المشكل بينه وبين هؤلاء مشكل مرجعية وليس مشكل خلاف في مسائل فقهية هكذا. الآن الفريق الحداثي أنا أسميه بهذا الاسم، إن حتى يعني سواء هو أو اليساري معه يعني هم يقدمون المرجعية أو ما يسمى بالحقوق الكونية المزعومة ويجعلونها في 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 المكان الأسمى ويحكمون كل شيء يعني من خلال مخرجاتها. ربما لجينا نسولوا نقلبوا السؤال، قلنا مثلا ما هو دليل هذه الأقوال أو المطالب التي يرفعونها، ما دليلها؟ ما موجود لا في القرآن لا في السنة لا في شيء. سيدي نبيل، ما في نظرك شنو غيكون دليل وجود دليل مثلا أقوال بشرية رفع تجريم الزنا علاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، هل نجد لها دليل من القرآن؟ هل نجد لها دليل من السنة؟ أنا أتكلم على مثلا إلغاء التعصيب، هل له دليل من القرآن؟ هل دليل من السنة؟ ننتقي إلى مثال آخر، يعني إلغاء مثلا مسألة تعديل الزوجات، هل له ما يشهد له في القرآن أو في السنة أو في كلام الفقهاء؟ هؤلاء يعني كلامهم هو أجنبي على الشريعة الإسلامية وأجنبي كذلك على الهوية المغربية الراسخة المأخوذة من الدين الإسلامي. كلامهم أجنبي عن المرجعية الإسلامية. طيب في نفس الإطار دكتور رشيد، مطلب جريم زواج لفتاة قبل 18 سنة تجريم ماشي، أنا بالمقابل فتح الباب العلاقة الرضائية بين قوسين وإلا ليست الرضائية قبل من 18 سنة، بل مهاجمة من يرفض ذلك. يعني كثير من الناس كيتسائلوا على هذه الازدواجيه، كيفاش انت غتمنعها تزوج قبل 18 سنه؟ ربما تكون كيقولوا بعض الخبراء هذه اخر فرصه لها تقدمت، لكن الناس كي قال ديت الدكتور بن حمزه وسناتي الحديث عنه من حالات لعينها، كاين الناس اللي في ملاجئ مثلا الايتام، تنقولوا مثال تقريبي والا بلا مثال راه كيبقى الباب مفتوح. بنتك مثلا في ملجأ و 18 سنه غتغادر ديك دار الايتام، تتقدم لها مثلا زوج في سن 17 سنه، كيفاش غترفض هذه السيده هذه؟ نعم. وتلوحها من بعد 18 سنه تعطيها 10000 درهم وتلوحها امام المجتمع. عليه حال هذا مثال او صوره من الصور التي صورة من الصور حقيقه فعلا. تعكس يعني او تعكس عفوا يعني مدى نشاز او مدى الاعتداء يعني في هذا الطلب، وهو الآن لا نتكلم عن الإلغاء بل عن تجريم. ياك تجريم بمن الذي تزوج قبل 18 مثلا، قد تكون عقوبة حبسية غرامة مالية إلى غير ذلك. أولا من حيث المبدأ أنا أعود أقول مرة أخرى
ولعله سبق أن تناولنا هذه الجزئية في لقاء يعني معكم هنا في برنامج آخر. نعم في برنامج آخر ويتعلق بتحديد سن الزواج. مبدئيا الشريعة الإسلامية ليست ضد هذا الأمر، فممكن أن يخدع إلى دليل المصلحة المرسلة وأن يعني نحدو سن الزواج بناء على المصلحة المرسلة، لأن الشارع لم يمنعنا من هذا الأمر، لم ليس عندنا دليل يأمر بسن معين أو يمنع من سن معين، إلا وترك الأمر مفتوحا. وممكن إنسان من باب البحث عن سن الرشد الذي يكون فيه الإنسان مؤهلا لتحمل الحياة الزوجية ومسؤولية كبيرة جدا ممكن أن يحدد بسن معين، هذا لا مانع من ذلك من حيث المبدأ. ولكن حتى القواعد الكلية لها استثناءات، ورأى أن فعلا الاستثناء الذي أخذته مدونة الأسرة الحالية يعني يجمع بين الحسنين، قررت أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، ولكن فتحت استثناءات كما تفضلت في هذه الصورة وجعلت هذا الاستثناء بيد القاضي. إذا لم نثق في قدراتنا فمن سوف نثق حقيقة؟ فجعلت هذا الاستثناء في يد القاضي، فإذا رأى من المصلحة أن يكون الزواج وأن يعقد الزواج قبل هذا السن، ربما تكون عند 17 ونص، ربما تكون عند 17 سنة أو 17 إلى غير ذلك، فإذا رأى المصلحة لهذه البنت فما المانع شرعا وعقلا من السماح لها بالزواج؟ فالذي يعترضها حقيقة يعترض عليها ويمنع هذه البنت من الزواج حقا يحرمها من خير كبير، ومن يدري لعلها قد تفوت هذه الفرصة وتدخل في سوق العوانس الذي أصبح الكثير من المغربيات ومن عموم المجتمع المغربي يشكو من هذه المعضلة ومن هذه الضائرة. طيب شيخ رشيد، في الواقع اللي كنعيشوه اليوم واش كتشوف بأننا في حاجة إلى تضييق على الزواج سواء في سن 18 سنة ولا بغيرها من الإجراءات، خاصة ملي كنتكلموا اليوم على مجموعة من الوقائع والانحرافات اللي كتعرفها المؤسسات حتى الثانويات، عدد من البلاغات الأمنية اللي كتخرج بشكل يومي، شبكة الدعارة، التجار بالبشر، الفتيات قاصرات، وكتعرف بأن تعقيبا على الكلام ديالكم السابق بأن القاضي الذي له الصلاحيات ربما يكون قاضي نزيه كيراعي الواقع ديال ذاك الشاب وديك الشابة اللي تقدموا بطلب سن طلب الزواج قبل 18 سنة وربما قد لا يراعي ذلك. ليس حال هو الرفض لابد أن ينبغي أن يكون مبررا وإن صدر حتى من القاضي دائما من جهة، لأن الاستثناء هو موجود والاستثناء ما كان إلا لكي يسد بعض الحالات التي يقول العقل ويوافق على يقول الشرع والعقل كذلك أنها من المصلحة أن يتم هذا الزواج، هذا من جهة. ولكن حقيقة لا يمكن أن نوافق على هذا الطرح، مثلا بما أن هناك الجنس أو علاقة جنسية موجودة في المجتمع خارج إطار الزواج وقد تكون في سن مبكرة في سن 11 سنة أو 12 سنة، إذن من الأحسن أن نفسح باب الزواج في ذلك السن، لأن سوف نقع في مفاسد أخرى، لأن البنت 14 سنة أو 13 سنة غير مؤهلة لكي تسعى بيتا وتكون مسؤولة. ما كيختلفش الأمر بين المناطق مثلا؟ قد يكون، ولكن دعونا نؤسس أولا لهذه المسألة أنه الحل إذا كان هناك فساد جنسي في المجتمع أن نربي هذا المجتمع وأن نسعى في الوسائل المشروعة لكي نقلل من هذه الظاهرة ونأخذ بيد المخطئ إذا كان في سن المسؤولية يتحمل مسؤوليته، إذا لم يكن ذلك نخدعه إلى باب التربية، هذا هو الحل الأمثل أولا. ثم كما دل ذلك الاستثناء الذي هو ما بين 16 سنة أو 18 سنة المعمول به حاليا نفسحه ونثمنه وندعو إليه بقواعده المطلوبة، هذا هو الحل الأمثل. ليس أن نقول ما الإنسان وقع في الجنس وهو في سن صغيرة فاللهم سوف يتزوج، ثم بعد ماذا لو وقع ربما يوقع في طلاق وفي أولاد كذا وكذا، إذن ظاهرة سوف تكون معقدة بهذا الشكل، ولهذا ينبغي أن نكون منصفين من جهة، أصحاب عقول راشدة تنظر إلى مآل الأشياء، ومن هذا المآل هو أننا نحتاج إلى سن الرشد لكي يكون سنا للزواج أفضل من أن فقط نقتصر الأمر على سن البلوغ وقد يكون في سن 11 سنة أو 12 أو 13 أو 14 أو ما شابه. هوية برنس نحو إعلام هادف.